اليوم رينا انه طلع قرارات بحق ضباط بالتجميد اموال. انا مع كل فاسد مين ما كان يكون بالجيش برات الجيش بالاجهزة الامنية انه يتحاسب، وبس تثبت عليه التهمة لازم يعملوا فيه العمايل. وانا مني وبالجر انا بقول عن حالي، اللي اعطيني دولار او بيتك علي اني انا فاسد بدولار واحد يجي ياخد دم، هيدي محسومة عنا بموضوع الفساد. بس انا بتحدى هول القضاة اللي اخذوا هاي القرارات او ما بعرف اي سلطة اخذت هاي القرارات، تسترجي انت الدقة بسرمية زعيم من زعم المذاهب والطيائف والاحزاب الحرامية والصوص اللي لهطوا البلد بمليارات الدولارات تسترجوا؟ طبعا في بعض القضاة عملوها، بس استرجيتوا اربع رياض سلامي يا حرامية يا صوص يا قبضين كلكم منهم؟ انتوا بتسترجوا الاكتر من هيك، يحول رياض سلامي بيسترجي حدا يروح يجيبه؟ انتوا حامينه يا زعم المذاهب والطوائف يا كذابين. انا مع محاسبة اي فاسد بما فيهم مثل ما قلت العسكريين مين ما كان يكون. علي ابراهيم هذا المدعي العام المالي اللي تعين مذهبيا وتابع لجهات مذهبية بيسترجي يدق بحدا؟ بيسترجي يدق بحاله هو الفاسد علي ابراهيم واللي مثله؟ ماشي الحال. نحن لانه الحلقة الاضعف نحن اللي بنلتزم اكثر شيء. انا ما عم دافع عن حدا لانه انا بعرف ان احنا كنا بعد فتنا على الحربية انه الوحيدين اللي بيدفعوا ضريبة الدخل مضبوط اني العسكريين من كل الرتب. انتوا المتقاعدين وغير المتقاعدين العسكر الخدمة يا حرامية يا لصوص اللي عم تاخدوا قرارات من هالنوع، فكركم شو؟ عم تعطون حقوقن ولا سرقين حقوقن المودعين؟ ما بدنا نفتح، بس اذا فكركم وخاصة هولي في كم واحد تبعوا اللي عندهم جرايد وبيروحوا بياخدوا دولار حرام من هون ومن هون، هدول اللي بيكتبوا انه هني لقطوا شي مهم، ليكو اذا فكركم بدكم ترهبوا الجيش والاجهزة الامنية هلا وكل لحظة بدها رقبتكم تنفك، والجيش هو الحل ورح يضل هو الحل، والانقلاب العسكري هو اللي بيشيلكم وبيكبكم بالمجرير يا بلا اخلاق. انتو كلكم سوا بقى، ما حدا يفكر انه بيقدر يرهب الضباط هلا اذا حطيتوا حجزتوا اموال ضباط عليهم تهم. اصحى تفكروا انه بتقدروا ترهبوا الجيش او ضباط الجيش والاجهزه الامنيه كمان بهيك اساليب. انتوا الحراميه، انتوا اللصوص، انتوا اللي رياض سلامي فاكك رقبتكم وقاعد انتوا حامينه، بس ايامكم جايه. انا بقول لكم ايامكم جايه على المجرير كلكم سوا.